السلام عليكم. محاضرة النهاردة تشمل جزئين، الجزء الأول امتداد للمحاضرة التامة اللي هو Treatment of Diseases Related to Calcium. الجزء الثاني اللي هو Drugs Related to Posterior Pituitary Hormones. هنبدأ من الأول من الـ Blood Calcium Treatment of Hypercalcemia. طبعا قلنا الرسمة بتاعت فيتامين دي اكتيفيشن هي دي الكي، وبالتالي هنا هنختار الحاجات اللي تحتها ماينس، يعني انهبيتوري للفيتامين دي اكتيفيشن، وبالتالي بتقلل كالسيوم ابزوربشن ان انتست. طيب ومش وممكن اقولهم كلهم، لكن هختار بالذات الحاجات اللي تكون مور بوتنت وذ رابيد اونست and less adverse effects. يبقى في اختيار الى حد ما، لكن ما فيش مشكله ان اقول اي حاجه قلتها في الماينس. يعني مثلا ما قلتش هنا مثلا ميثرامايسين، لكن ممكن اقوله لان ميثرامايسين كان ماينس، لكن يعني دي less toxic ورابد اونست وهكذا. نمبر 1، انا عندي كالسيوم كتير، يبقى لازم اعمل له ووش فروم سيركوليشن باي انترافينوس فلويدز اللي هو زي سالاين دايروسيس، يعني بدي سالاين ان لارج دوزز بحيث اعمل ريموفال اوف اكسس كالسيوم فروم تيشوز. ولو الهايبر كالسيميا سيفير ايفن بلجا للارتفيشال كيدني، يعني دياليسيس، على اساس الكالسيوم اكسس بخاف عليه من ستوبنج اوف ذا هارت ان سيستول ومن كاردياك اريزميز. نمبر 2، فريسمايد، قلنا ده potent diuretic with rapid onset وبيقل بيزود renal excretion عكس الثازايد. الثازايد دي contraindicated لأنها بتقلل من renal excretion of calcium، يعني بتعمل hypercalcemia، لكن الفرسمايد قوي فبيزود renal calcium excretion، يبقى الفرسمايد يستخدم، الثازايد ما تستخدمش. بقيت بقى الحاجات كلها ماينس. كورتيكوسترويد، قلنا جلوكورتيكويد انهبت هيباتيك هيدروكسيليشن اوف فيتامين دي، وبالتالي بيبقى ديكريس كالسيوم ابزوربشن اورالي. الفوسفونيتس كانت ماينس، فين مكانها في الخريطه؟ كانت انهبت الاكشنز اوف بي تي اتش اللي هو باراثيرويد هرمون، واحنا عارفين باراثيرويد هرمون بيزود البلاد كالسيوم، وبالتالي الفوسفيت هتقلل من البلاد كالسيوم، عليها نيجاتيف او ماينس زي ما قلنا. كالسيتون نجد برضو في نفس المكان عند الرينال هيدروكسليشن اوف فيتامين دي، بيبقى انهبيتوري، يعني بيقلل رينال هيدروكسليشن اوف فيتامين دي، بينما قلنا جلوكورتيكويد كانت بتقلل هيباتيك هيدروكسليشن. نمره 6 و7، بارافين اويل اند كوليستيرامين، دول من الاول خالص بيعملوا ديكريز ابزوربشن اوف ان اكتيف فيتامين دي، يعني الفيتامين دي اللي هو كوليكالسفرول من قبل ما يحصل له ليفر اور هيباتيك او رينال هيدروكسيليشن، بيبقى نوت ابزوربد في الانتست. في حاله البارافين اويل لانه بيعمل سوليوشن بيدوب فاست سوليبل فيتامين فينزلوا في الستولز مع بعض، وكوليستيرامين لانه بايل اسيد بايندر او سيكويسترانت، والبايل اسيد مطلوب للابزوربشن اوف فات سوليبل فيتامين دي. يعني المحاضره دي الجزء ده كله اغلبه ريفيجن على اللي فاتت. طيب يبقى كل ده كان تحته ماينس. اخر حاجه البيس فوسفونيتس دي قلنا اكت برايمري عن طريق انكريز بون بيلدينج، يعني انكريز اكت ماتريكس، انكريز اوستيوبلاستيك اكتيفيتي، ديكريز اوستيوكلاستيك اكتيفيتي وهكذا. وكمان قلنا بيقلل من فيتامين دي اكتيفيشن وديكريز كالسيوم ابزوربشن، يعني ينفع برضو ان تريتمنت اوف هايبر كالسيوم. هختار اي بريبريشن، بس يعني يفضل انترافينوس اللي هو زوليدرونيت. بالعكس treatment of hypocalcemia اللي هي تيتانيا قد يكون اكيوت، طبعا انا عايز ادي انترافينوس كالسيوم جلوكونيت 10 ملي جرام اوف 10% سوليوشن، لكن بما انه انترافينوس بخاف على الهارت
وبالتالي بدي سلولي انترافينس. مشهور جدا الكل بيعرف ان رابد انترافينس كالسيوم means rapid death. يعني وانت بتدي الحقنة كده لو بسرعة كالسيوم وانت بتديها له هيموت وانت بتدي له الحقنة. نمبر بي كرونيك بقى انا مش مستعجل. بدي نمبر 1 اورال كالسيوم، وكلمة اورال كالسيوم قد تكون في صورة دايت وهو المستحب، لكن لو الدايت ما هوش كفاية بدي دراج سبلمنتيشن في صورة كالسيوم كربونيت او كالسيوم ستريت. طبعا في اذر كالسيوم بريبريشن، كالسيوم دايفوسفيت وفي كذا حاجة، لكن دول من اشهرهم الحقيقة. وبرضه للمقارنة ان كالسيوم كربونيت بيبقى تشيبر ارخص وكده، لكن بيكون مور جاستريك اريتانت، بيبقى عامل زي الحجر كده وممكن يعمل بيبتيك السر ايه. وعشان كده الادفرس فيكس نمبر 1 بتبقى في كل الكالسيوم سبلمنتيشن بريباريشنز، لكن بتبقى اكتر بكتير في حاله كالسيوم كربونيت ده اللي هو جي اي تي ابسيت، نوزيا، فوميتنج، ايفن بيبتيك السر، كونستيبيشن. ممكن تبقى الكونستيبيشن دي لفتره طويله، يعني ياخد القرص النهارده ويقعد عنده كونستيبيشن يومين ثلاثه اربعه خمسه واكتر يمكن، ومن كتر الستريننج يجي له بقى بايلز اللي هي بواسير، يجي له هيرنيا، وعلى اللونج ران ممكن اخرتها هايبر كالسيم. طبعا لو كاردياك بيشنت ممكن تنهي حياته الراس دي. طيب نمبر 2 بقى، نمبر 2 للاخر بقى مش خد الكالسيوم بقى، ده انا خد فيتامين دي في صور المختلفة دي اللي هنشوفها عشان نساعد على الكالسيوم ابزوربشن. وقلنا ان اغلب اللي في السوق التابلتس بتبقى فيها فيتامين دي كومبايند مع الكالسيوم، وللاسف بتبقى اغلبها ان لارج دوزز، فبتبقى في منتهى الخطورة. لازم نحسب بقى فيتامين دي قد ايه، الكالسيوم قد ايه، يا ترى انا عايز فيتامين دي اساسا، انا عايز الكالسيوم اساسا، ويا ترى في حاله ديفيشنسي تستاهل الاكسس ده ولا لا، ويا ترى الدايت في كالسيوم كتير ولا لا، ويا ترى العيان ده بيتعرض للشمس ولا لا. يبقى لازم افكر 100 مره قبل ما ادي الحاجات دي، اوديها بالبروبر دوز على الاقل. فيتامين دي 2 ارجو كالسيفرول ده بلانت اوريجين، لكن المور بوتنت اند مور فيموس ويز لونجر ميتابولايت هاف هو الفيتامين دي 3 اللي هو كولي كالسيفرول، وعشان كده هو ده اللي بيستخدم غالبا. الدوز هنا بتبقى لارج دوزز 1000 ل 4000 انترناشونال يونتس ديلي عادي، لكن ده فات سوليبل فيتامين، يعني بيبقى ستورد في الاديبوز فات تيشو في مده طويله جدا ايفن مانثس، وبالتالي بدل ما اديله بقى كل يوم قرص وهكذا، لا ده انا ممكن اديله 50,000 يونتس، دوز جامده جدا، افري ويك فور سيفرال ويكس لغايه ما اشوف البلاد ليفل اللي انا عايزه. يعني ايه عايزه؟ قلنا ممكن لو انا محتاج فقط مثلا الكالسيوم في البون يبقى يكفي 10 نانو جرام برميلي، دي تمنع بقى أستيوبروسيس وهكذا. لكن لو أنا بقى محتاج للفيتامين دي زي ما قلنا في إكسترا سكيلتون إفكت، زي مثلا بروفلاكسس فروم ميتابوليك سندروم، مش عارف دايابيتس مليتس، أوتو إيميون ديزيزز، نيوروجينيتيف ديس أوردرز وهكذا، لا ده أنا بحتاج إلى كمية كبيرة، ممكن بقى ساعتها أضطر أدي 50,000، يعني لو بس أديها فترة قصيرة جدا بقى لو انا عايز امنع الدايابيتس والحاجات دي كلها عشان احقق لارجر فيتامين دي ليفل اللي هو من 20 الى 30 نانو جرام برميلي. طبعا ما ينفعش اوصل بقى فوق ال 40 وال 50 نانو جرام والا هيحصل لي توكسيستي. نمبر 4 الفا كالسيديول. الفا كالسيديول ده في رينال هيدروكسليشن اللي هي في الوان بوزيشن، اللي هو عشان كده اسمه وان هيدروكسي كوليكالسيفرول، ده لو العيان عنده رينال بروبلم، وبالتالي بستعيد عنه بده، وبالتالي فاضل لي بس الليفر. يبقى هذا الدراج بيحتاج فقط للهيباتيك هيدروكسليشن اللي هو في رقم 25 اللي هو الفيرست هيدروكسليشن فور فيتامين دي اكتيفيشن. نمبر 5 ده بقى اكتف من الليفر ومن الكدني، يعني كالسيترول هو ده الاكتف فيتامين دي اللي هو 125 داي هيدروكسي كوليكالسيفرول. طيب
طبعا الاختيار بيعتمد على البيشنت وهكذا. يبقى هنا اتكلمنا في التوسلايز دولت على البلاد كالسيوم. نيجي بقى البون كالسيوم تريتمنت اوف اوستيوبروسيس، وقلنا ده فيري امبورتنت ديزيز، وقلنا 20% من البوست منوبوزال فيميل بيموتوا نتيجه فراكشر نيك فيبر نتيجه الاوستيوبروسيس، وطبعا فراكشر في الفرتبرال وهكذا. ايه بقى نمبر 1 دراج؟ بيس فوسفونيتس. بيس فوسفونيتس نمبر 1، ودي الموست كومنلي يوزد ان ذيس كيس، لانهم بوتنت زي ما قلنا، ولانهم الادفرس اكتف، يعني لو رعينا البريكوشن بقى حكايه انهم جاسترو اسوفجيال ايريتانت والكلام ده كله، وناخدهم امتى ستومك، كل الحاجات دي تخلينا نتجنب المشاكل بتاعتهم، وخصوصا ان عارفين انه ممكن بعض البريبريشن بتبقى اغلبها اورال، وبتبقى ممكن تتاخد وانس ديلي وانس ويكلي وانس مانثلي، وفي انترافينوس اللي هو زي الادرينيت بيستخدم ايفن وانس ييرلي، وبالتالي عندنا كل الطرق، وبالتالي دي ذا موست كومنلي يوزد جروب فور اوستيوبروسيس بيس فوسفونيتس. طيب نمبر 2 تيري باراتايت اند ابالو باراتايت، قلنا دولت زي بالظبط بي تي اتش لانهم بي تي اتش انالوجز، لكن الاكشن نمبر 1 على البون معكوس، بدل ما بتزود الاوستيوكلاست اكتيفيتي اكتر من الاوستيوبلاست، لا دي بتزود الاوستيوبلاست اكتر من اوستيوكلاستيك اكتيفيتي، وبالتالي بتساعد في الاوستيوبروسيس. نمبر 3 دينوزوماب. دينوزوماب ده بقى هندخل بقى في الحالات اللي هي مور سيفير وهكذا. ليه بقى؟ لان دوت عباره عن اميونو يعني موديليتور، وبالتالي ده عباره عن بيولوجيكس، يعني ليه علاقه بالاميون سيستم، واكسبنسيف ولازم اديه سبكوتينيوس لانه بروتينز وهكذا، فليه مشاكله، وممكن يعمل الانفكشن نتيجه الاميونو سبريشن وهكذا، عشان انتي بودي مونوكلونال انتي بودي افكشن وهكذا زي ما قلنا قبل كده. طيب لكن ممكن بنلجا له في بعض الحالات سبيشالي سيفير اوستيوبروسيس. اول ثلاثه دول قلتهم ليه اول ثلاثه؟ لانهم دول الموست بوتنت وليهم سيميلار بوتنسي، اهو بروتكت بالتالي اجينست سباين اند هيب فراكشر. يعني ايه سباين؟ زي ما قلنا اللي عندهم اوستيوبروسيس من اول الشكاوي يقول لك لو باك ايك، يعني ظهرهم بيجعهم من تحت، ليه؟ نتيجه افكشن اوف فيرتبرال كولم في تحت خالص في الاول، وممكن هي فراكشر، قلنا فراكشر نيك فيمر از فيري كومن ان منوبوز سبيشالي ان ثين بيرسون، الرفاعين بيجي لهم اكتر الفراكشرز، والاوبيز بيجي لهم اكتر روماتيك ديزيزز. نمبر 4 استروجين اند استرو ريسبتور مودوليتورز از رالوكسيفين. دي بقى لان الميكانيز بتاعتها اندايركت بقى عن طريق البي تي اتش والكلام ده كله، بالتالي بتبقى بروتكتيف مينلي، وبروتكتيف اجينست سباين بات نوت هيب فراكشرز، يعني اضعف من اول ثلاثه. وكمان لو دينا لو دوز استروجين ايفن ممكن يبقى بروفلاكسز للبوست منوبوزال اوستيوبروسيس بات نوت تريتمنت، يعني ما هماش بنفس القوه. لكن الى حد ما مبدا السلامه اولا، بنخاف ندي الاستروجين ان لارج دوز اند فور لونج بيريود على اساس هرمون ديبندنت مالجنسي، وبالتالي بتبقى مشكله. فبندي بالتالي رالوكسيفين زي ما قلنا اللي هو agonistic in bone، يعني كويس في البون، ولكن بقى في الجينيتال سيستم بقى البريست والكلام ده كله بيبقى antagonist، ما فيهوش اذا خطوره malignancy. طيب دي حاجه. طيب ممكن بلجا احيانا الى anabolic steroids، لكن in post menopausal female او elderly males. ليه؟ ما هو لو هي واحده لسه مش بوست من بوز ما اديهاش انابوليك سترويد اللي ليها اندروجين اكشن، انا عايزها يبقى عندها استروجين، فما عمل لهاش اندروجينيك كاركتر تبقى ميل لايك يعني،
ده مشكلة. برضو الانابوليك سترويد قلنا اندروجين، وبالتالي الاندروجينيك اكشن بتاعها ده تشبه التستوستيرون، فممكن تعمل فيدباك سبريشن اوف جونادوتروفينز فيحصل له ديكريز فيرتيليتي وهكذا. زي ما بنشوف اللي بيرفعوا الاثقال، رفع الاثقال وابطال العالم في كمال الاجسام والمصارعه والحاجات دي، كتير منهم المحترفين بياخدوا انابوليك سترويدز فبيبقى عندهم مشكله الانفيرتيليتي ما بيخلفوش وهكذا. لكن ممكن الانابوليك سترويدز دي اللي قلنا ليها ادريك اكشن بديها ان اولد ميلز لان انا مش محتاج انه يخلف خلاص يعني. طيب نمبر 5، فيتامين دي بقى. قلنا فيتامين دي ده بما انه بيساعد على الكالسيوم ابزوربشن فبيزوده في البلد وفي البون كمان، سبيشالي في الناس اللي ما عندهمش شمس، يعني ان وينتر مثلا في شمس، بيد ريدن بيشنت، لانه البون زي اي اورجن بيعتمد على اليوز، كل ما استخدم البون يعني استخدم عضلاتي جامده كل ما البون هياخد مور كالسيوم مور بوتنت، وبالتالي لازم نجد الناس اللي عندهم هشاشه عظام كتير جدا من قاعدين في المستشفى بيد ريدن. ليه؟ لان ما بيستخدموش عضلاتهم، هو وات وي كول ديسيوز اتروفي، وبالتالي نقول له اتحرك دايما وخليك نشيط وحرك عضلاتك عشان المصل تحرك البون وبالتالي يحصل بون بيلدينج. كذلك الانتستان مال ابزوربشن والاولد ايج ساعات بيبقى عندهم الانتست ما بتمتصش كويس والاكل ما بيكونش فيه كالسيوم اناف، وبالتالي دول بيحتاجوا فيتامين دي سبلمنتيشن ولكن قلنا في حدود زي ما قلنا. نمبر 6 كالسيتونين. كالسيتونين وقلنا ده بيبقى في صورة مشهور جدا كالسيمار، لكن طبعا مشكلته الانجكشن وهكذا. طيب عشان كده بيتحط في الاخر. نمبر 7 بقى. نمبر 7 حطه في الاخر اللي هو سترونشيوم رينيليت. ده بيستخدم فقط ان سيفير كيسز. ليه بقى؟ لانه بيعمل مينيو ادفرس فيكس وبتبقى سيريس، يعني ثرومبو امبوليك كومبليكيشن، بالمور امبوليزم، قلت لكم مايوكاردر انفاكشن ايفن، فالادفرس بتاعته بتبقى سيفير وبتبقى ممكن تحصل في ناس كتير يعني مش رير، لدرجه ان في بعض الدول سحبته ومنعته عشان كده حطوا اخر حاجه. لكن لازم اعرف ليه، لان اعرف ان هو ده مش اول حاجه، ده اخر حاجه افكر فيها لانه potent but toxic. يبقى دي الحاجات اللي هي بتستخدم في العلاج الاوستيوبوروسيس. بعضها زي ما شفنا بتكون هرمون ريليتد، ليها علاقة بالهرمونز، زي نمبر 2 تيربراتايد او ابالوباراتايد اللي هو فيتامين اللي هو بي تي اتش انالوج، يبقى ليها علاقة بالهرمون في جسمنا. وكذلك فيتامين دي اللي هو نمبر 5 ده برضو له علاقه بالفيتامين دي والهرمونز في جسمنا وهكذا، يعني هرمون ريليتد وبنديها في دراكس سبلمنتيشن وهكذا. برضو نمبر 6 كالسيتونين ده له علاقه بالكالسيتونين هرمون في جسمنا، وفي بعضها بتكون دراكس من اصلها زي مثلا نمبر 1 بيس فوسفونيت ومثلا نمبر 3 دينوزوماب ونمبر 7 سترونشيوم رينيليت. طيب وبرضه من ضمن الحاجات اللي ليها هرمون ريليشن اللي هو نمبر 5 استروجين ريسبتور موديوليتورز. يبقى دايما احنا نألف المواضيع من المحاضره اللي فاتت، يبقى هنا تقريبا ما قلناش جديد على المحاضره اللي فاتت لكن كل دي تعليقات عليها. نيجي بقى نشوف البوستيريور بيتويتري هرمون. احنا عندنا البيتويتري زي ما انتم عارفين فيها تو هرمون، فازوبريسن اللي هو الانتي دايوريتيك هرمون والاوكسيتوسين. طيب نشوف زي ما بنشوف اي هرمون من اولها ايه الهدف بتاعه. دايما زي ما قلنا لكل هرمون هدف واحد وكل حاجه بيعملها لتحقيق هذا الهدف. الهدف بتاع الفازوبريسن اللي هو اي دي اتش من اسمه خلاص موجود، انه فازو بريسور يعني بيعمل فازو كونستريكشن طبعا عشان يحافظ على الفاسكولار تون.
طيب، لان في عندنا فازو كونستريكتور وفي فازو دايلاتور، فبيحصل بالانس. فده من ضمن الحاجات اللي بتحقق هذا البالانس، انه بيعمل جنرالايزد بوتنت فازو كونستريكشن. ادي اسمه الاولاني. اسمه الثاني انتي دايريتيك، يعني بيحصل انتي دايريسيس، يعني ما يخليش الووتر لوس اكسسفلي، يحافظ على اليورين ما يبقاش المشروب كله ينزل وهكذا. يبقى ليه تو اكشنز، فازو بريشن او فازو بريسن وانتي دايريسيس. طيب هشوف الهدف معين الاذر هرمون واشوف ايه علاقتهم ببعض. الهرمون التاني زي ما هنشوف بعد شويه اسمه اوكسيتوسين. اوكسيتوسين، طيب ايه الهدف؟ طب وليه بقوله دلوقتي؟ زي ما قلنا جلوكورتيكويد ليهم منرار كورتيكويد اكشن تو ليس اكستند وهكذا، نفس الكلام هنا. التو هرمونز اوف بوستيريور بيتوتري، يعني فازوبريسن اند اوكسيتوسين، كل واحد ليه الاكشن بتاع التاني تو ليس اكستند، وبالتالي بضطر اقول الكي بتاعهم عشان الفهم بسهوله جدا. طيب قلت اول واحد فازوبريسن اللي هو اي دي اتش، وعرفت ان ليه تو اكشن اللي هو الكي بتاعه فازو كونستريكشن وانتي دايريتيك، وهقوله بتفصيل بعد شويه، بس ده الاول عشان الف الموضوع كله بسهوله. الثاني اوكسيتوسين. طيب وقلنا الفازوبريسن ليه اوكسيتوسين لايك بطوليس اكستنز زي ما قلت، وبالتالي لازم اعرف الاوكسيتوسين ده بيعمل ايه مبدئيا كده عشان الف كلهم مع بعضه. اوكسيتوسين ده هدفه كلمه واحده او جمله واحده، ليبر هرمون. يبقى برضو عشان اربطه بالهرمون تانية، ولو انا هتاخدوها بعد كده في جين ترينر ان شاء الله اللي هو استرون بروسترول، لكن الاكشن بتاع الاوكسيتوسين مبني عليهم، فبضطر اقولهم كده ان شورت. قلنا لكل هرمون هدف واحد فقط، وكل الحاجة بيعملها تحقيق هذا الهدف. الاستروجين is feminizing هرمون، يبقى الواحدة عشان تبقى فيمينايز، ما قلتش فيميل هرمون، فيمينايزنج يعني ندي للفيميل الفيميل كاركتر سيكشوال اند نون سيكشوال وهكذا، ده استروجين وبس. وعشان كده موجود فقط في سن من اول بيبرتي، الاول منستريشن يعني، الى المنوبوز. قبل وبعد ما فيش استروجين، فبتتقلب تماما الفيميل عشان ما عندهاش استروجين. ادي واحده. وبالتالي مثلا يعني ايه اللي ما له علاقه بالنهارده بقى، بتجد البريست يبدا اناتوميكالي اسفورمد، يعني تجد الدكت النبل، وبالتالي تعرف الواحده انها بقت بيوبرتي، ان البريست بدا يبقى عندها بريست تو انلارج ويبقى واضح وهكذا. ادي حاجه. طيب نيجي للهرمون اللي بعده بقى اللي هو، وعشان كده عندها مستريشن لانه في فيمينايزنج هرمون. اللي بعده بروجسترون، ده لا ده شعاره كلمه واحده، بريجننسي هرمون. يبقى ده موجود في البريجننسي او موجود في الاوفيليشن اللي هو تمهيد للبريجننسي، يبقى هدفه حاجه واحده البريجننسي. وبالتالي في البريست وظيفته انه يعمل اسيناي اند كونكتيف تيشو ديفلوبمنت. ليه؟ لان دلوقتي انا في البريجنس يعني محتاج اعمل لاكتيشن بعد كده، هذا بيحتاج الى ديفلوبمنت اوف اسيناي اند كونكتيف تيشو. يبقى كده خلصت خلاص الاناتومي اوف بريست، بدات بالاستروجين اللي هو الدكت اند نيبل، وعملت بريست الى حد ما كونكتيف تيشو بسيط مفيش مشكله، لكن يبقى فيه شكل بريست اوف ميل وموجود لاي واحده. لكن عايزه بقى تخلف، مادام بتفكر في البريجنسي يبقى لازم يبقى عندها بروجسترون اللي هو بريجننسي هرمون، تكبر بقى البريست، اللي هو بقى يحصل الستروما كونكتيف تيشو يزيدوا اكتر، وبعد كده يحصل الاسيناي تكبر وتزيد عشان تمهيدا لفورميشن اوف ميلك. يبقى الاناتومي اوف بريست خلصناه من تو هرمونز. مهم اول حته دي عشان نفهم فيها المحاضره النهارده والمحاضره اللي جايه كمان، ان الاستروجين بدا والبروجسترون كمل. خلصنا كده فيمينايزنج هرمون ثم بريجننس هرمون. نمره ثلاثه بقى، انا خلصت الاناتوم، عايز فيسيولوجي بقى، يعني عايز فانكشن
of these cells اللي هي هتعمل ميلك. ده وظيفة البرولاكتين. البرولاكتين هو اللي بيعمل formation of milk. برولاكتين اهو. البرولاكتين بيعمل milk formation from this acini اللي كونت قبل كده زمان. يبقى هنا ثلاث هرمونز بالترتيب كله. اخر ورابع هرمون هو مين بقى؟ اوكسيتوسين اللي هو التوأم بتاع الفازوبريسين بقى بتاع النهارده من البستير بيتيوتري. ده بقى شعاره ايه بقى؟ ده ليبر هرمون. ليبر هرمون يعني مسؤول عن الليبر. وهو ده اللي قلنا الفازوبريسون ليه اوكسيتوسين لايك اكشن لانهم جيران من البوستير بيتيوتري. ايه بقى الاكشن بتاع هذا الاوكسيتوسين بقى؟ قلنا فازوبريسون لايك لانه برضو الاثنين من البوستير بيتيوتري. لكن ايه الهدف بتاعه الاساسي؟ ليبر هرمون. يعني ايه علاقه او اساس او مسؤول عن الليبر؟ يبقى ما انه ليبر هرمون يبقى ليه تو اكشنز ميلي. تو اكشنز اللي هم ايه بقى؟ الولد اول ما بيتولد عايز ايه؟ يوتراين كونتراكشن. يبقى بيعمل يوتراين كونتراكشن عشان الولد ينزل. ما هينزل ازاي؟ يبقى يوتراين كونتراكشن. وعايز ياكل يعني ميلك ايجكشن. يبقى اذا ليه تو اكشنز، يوتراين كونتراكشن ونمبر 2 ميلك ايجكشن. وميلك ايجكشن ده او سكريشن بيعتمد عشان الولد ياكل بيعتمد على الثري هرمونز اللي قلتهم قبل كده، استروجين ثم بروجسترون ثم برولاكتين ورابعا اوكسيتوسين. يبقى اذا نرجع بقى الموضوع فازوبريسن اللي هو الاي دي اتش لي تو اكشن زي ما قلنا بتوع اللي هو حسب اسمه فازو كونستريكشن وانتي ديريتيك. وهيبقى له تو اكشنز برضو بتوع اوكسيتوسين اللي قلنا كونتراكشن اوف يوترس وميلك ايجكشن بس تو ليس اكستنت. طيب نشوف بقى، خلاص خلصنا كبت على الموضوع كله، نشوف بقى التفاصيل هتبقى فيري سيمبل. فارماكو داينامكس، نمسك اول حاجه فازوبريسن اهو. يبقى فازوبريسن ريسبتورز دي من اسمها فازو في، ليها نوعين يعني V1 and V2. هنشوف ايه ال V1 وايه ال V2. ايه اهمية التقسيمة دي بقى؟ اني اخلي الاكشن بدل ما هو اسمه انتيوتيك على بعضه او فازوبريسن على بعضه، انا عايز سبيسيفيك. يا اما احصل على ال V1 اكشن يبقى ادي V1 اجونست اللي هو تيرليبريسن اند فيليبريسن. يبقى تيرليبريسن والفيليبريسن ده لو عايز الاكشن اللي هو V1 اللي هو الفازو بريسن 1 اللي هو فازو كونستريكشن يعني. لكن لو عايز الاكشن الثاني اللي هو V2 اكشن، هنشوف يعني ايه V2 ده حالا، هستخدم الديزمو بريسن. يبقى ال V1 وال V2 اجونس دول سبيسيفيك، بينما الفازو بريسن او ال ADH هرمون بصفة عامة ده نون سبيسيفيك، بيعمل ال V1 and V2 activities. نمسك نمبر A V1، قلنا خلاص قلنا قبل كده، كل بقى ريفيجن اللي جاي. نمبر 1 بتعمل فازو كونستريكشن، وقلنا زمان اي حاجة بتعمل فازو كونستريكشن بتكون عن طريق GQ بروتينز، لان GQ بروتينز هي الوحيدة في G بروتينز اللي بتزود الفري كالسيوم عن طريق increase IB3. وبالتالي ده interact with V1 receptor في blood vessel عن طريق يعني نكتب بين قوسين GQ linked يعني، وبالتالي increase IB3 اللي هو بيزود الفري كالسيوم ليفل، وبالتالي potent generalized vasoconstriction ده يمشي على اسمه اللي هو vasopressin. نمبر B بقى دي ما مالهاش علاقة بالvessels عشان كده سميناها V2 لانها extravascular. يبقى نمبر 2 اكشن هو انتي دايريتيك عن طريق الرينال V2 بيزود السايكليك AMP فبتشيل الكالسيوم، بيعمل كالسيوم كليشن فيفتح البورز في الديستال وكوليكتنج رينال تيبيولز allowing water reabsorption passively. يبقى عندنا
جلوميرولار فلتريت كميته كبيرة جدا، لو نزل كله في اليورين كان الواحد جاله ديهايدريشن بقى والكلام ده. وبالتالي الإنسان بيحافظ عليه إزاي؟ عن طريق ADH، ده إنه بيزود السايكليك إم بي، فبيعمل بايندينج أو كليشن أوف كالسيوم، بيتخلص منه فيفتح البورز بقى، فيزود السايز والنمبر أوف بور في الديستال وكوليكتنج جرينال تيبيول، فيسمح بالووتر ريأبزوربشن باسيفلي. وبالتالي بقى هنا لو مفيش هذا الأنتيدرك هرمون هيحصل دايابيتس انسيبيتس، يعني الووتر يفقد كله في اليورين وهكذا. نمبر 3 بقى، في بقى اكشن لا علاقه بالفي 2 ريسبتور ولكن اكسترا رينال. الاكشن ده انه بيزود الكلوتينج فاكتور 8، يعني بيزود الكواجليشن او كلوتينج فاكتور 8 عن طريق اللي هو انتي جلوبولين والحاجات دي، عن طريق انتر اكشن with vitamin D2 like receptors لكن extra renal، غير اللي بتعمل anti diuretics. نمبر سي، قلنا بقى قلنا بما ان جاره من البستيريو بيستيتال جلاند اوكسيتوسين يبقى ليه اوكسيتوسين لايك اكشن، وعشان كده اضطريت اجمع الكي بتاع ده وده في الاول. يبقى contraction of ما انا قلت لكم يشبهه بس اكيد مش نفسه، هيعمل contraction بدل ما كان اوكسيتوسين بيعمل contraction of pregnant uterus لانه ليبر هرمون، ده هيعمل contraction of non pregnant uterus لانه هو صحيح يشبهه جنبه جاره الاثنين من البوستير بيتوتري جلاند، لكن ما هوش pregnant ولا ليبر هرمون ولا علاقه اصلا بالموضوع ده، وبالتالي بيعمل ميلك ايجكشن كمان زي الاوكسيتوسين بالظبط. يبقى قلنا الاوكسيتوسين بيطلع عشان ينزل الولد، يعني كونتراكشن، بس هو كان بيعمل بريجننت يوترس لانه ليبر هرمون، وياكله يعني يعمل ايجكشن. ده بقى بيعمل يشبهه في انه كونتراكشن اوف يوترس ولكن نون بريجننت، لان ملوش علاقه بالبريجننس والليبر اصلا، وكمان ميلك ايجكشن، ولكن اضعف طبعا لان تخصصه فازو كونستريكشن اند انتي درس. اليوسس بقى تبع الكلام ده، في 1 يعني فازو كونستريكشن هحتاجه في الاسوفوجيال فيريسز، والبورتال هايبرتنسر سيرجري زي ما قلنا نفس الكلام عشان الاسوفوجاس فاريكوز فينز والكلام ده كله، والهيماتيمسيس اهو. نمبر 2 فازو دايليتوري شوك ستيت، في الشوك احنا عارفين بعضها فيها فازو كونستريكشن وبعضها فيها فازو دايليشن. يعني مثلا في حالات الهايبوفوليميا او في حالات الكارجينيك شوك دي مشهوره جدا، يا ترى بيكون فيها فازو دايليشن غالبا ولا فازو كونستريكشن؟ لا، بيكون فيها فازو كونستريكشن، ليه؟ نتيجه الكاردياك اوتبوت قل في حاله الكارجينيك شوك، او البلاد بريشر قل نتيجه الهايبوفوليميا في النزيف الهيمورج، الجسم يحاول تو كومبنسيت انه يعمل فازو كونستريكشن في اغلب الحالات، ولذلك بيشوفوا ستيج اوف شوك الفازو كونستريكشن بيبدا الاول في السكين، يقول لك بالور وهكذا، نتيجه الفازو كونستريكشن في السكين فيسلز، او في الرينال يقول لك ديكريز رينال بلاد فلو اوليجوريا وهكذا، وفي ستيج 2 وهكذا، بعدين ستيج 3 كاردياك اريزما، وفي الاخر كوما نتيجه السيبرال فازو كونستريكشن. يعني الفازو كونستريكشن في حالات الشوك بيبدا في الليس فايتال وبعدين ينتقل ايفن للفايتال اورجانز زي البرين وهكذا. يبقى اذا في حالات الشوك المشكله في اغلب حالات الكارديوجينيك، والهايبوفوليميك شوك هي انه في فازو كونستريكشن، لكن في بعض حالات بيكون فيها فازو دايليشن زي مثلا في السبتسيميا، زي في الانفلاكس احيانا وهكذا، فدي بتبقى فيها فازو دايليتور شوك. ففقط في الفازو دايليتور شوك لان ده بيعمل فازو كونستريكشن ممكن يدي هذا الدواء. نمبر 3 with local anesthetic، احنا عارفين مع local anesthetic بندي ابنفرين، مشهور ابنفرين بيستخدم على اساس
يقال اللوكال انستيسيا انه يطلع ويبقى ديفيوز في كل الجسم ويعمل ادفرس افكت وهكذا، فبندي ابنفرين كفازو كونستريكتور ويز لوكال انستيكس. لكن مشكله الابنفرين بقى انه ابزوربشن ويعمل هايبر تنشن كاردياك اريزميا وهكذا. وبالتالي لو انا عندي كارديو فاسكولار بيشنت بدل مد الابنفرين اللي هو كونترا انديكيتد ان هايبر تنشن اند كارديو ديز، ممكن ادي فيليبريسن لانه بيعمل فازو كونستريكشن ولكن لوكال فقط، ملوش علاقه بالكارديو فاسكولار سيستم. نمبر اللي بعده بقى فلوس في 2 ديبندنت، انا كاتب 1 و2 طبعا هم دول 4 و5، يبقى بدل مكتوب 1 و2 نغير 1 طبعا ويبقى رقم 4 و2 نخليه رقم 5 طبعا. طيب ايه بقى اليوس نمره 5 از 4 سنترال تايبس اوف دايبيتس انسيبيتس؟ لو ما عنديش الاي دي اتش يعني كومبليت لاك اوف اي دي اتش يبقى نديله الاي دي شخصيه. لو بارشل يعني ما هواش الـ ADH completely lost in pituitary بديله كلوربروميد. كلوربروميد ده كان أصلا أول ما استخدم كان في الديابيتس ميليتس وكان first generation، لكن الوقت ما عادش يستخدم خالص في الديابيتس، فهو بيستخدم في البارشل central type of diabetes insipidus. يعني بوتنشيت الـ ADH، كلمة central يعني pituitary، يعني البيتيوتري ما بتطلعش اي دي اتش، لو ما بتطلعش خالص اديله اي دي اتش شخصيه عشان كده كومبليت تايب. لو بارشال ديفيشنسي او لاك اوف اي دي اتش اللي هو فازوبريسن اديله بوتنشيتور اللي هو كلوبامايد. اما لو نيفروجينيك يعني لو البيتيوتري شغاله تمام والكيدني دو نوت ريسبوند تو ات، ما بتعملش اللي انا قلت عليه بقى ان السايكليك انفيز ويفتح التوبيولز عن طريق كالسيوم كريشن، يبقى ساعتها بدي ثايزايد دايريتكس. يبقى الدايز انسيبيتس في 3 دراجز اكوردنج تو ذا تايب. نمبر 2 هيموفيليا، دي بوتنشيت الانتي هيموفيل جلوبلين اللي هو ريليتد للفي 2 اكشن. يبقى بالتالي لو اديت في 1 اجونست هستخدمه في الانديكيشنز نمبر 1 2 اند 3، لكن لو في 2 اجونست هستخدمه في نمبر 4 اند نمبر 5. ودي اهميه السب ديفيجن اوف فازوبريسن ريسبتورز. ادفرس فيكس من 1 ل 6 في 1، يعني ايه في 1؟ يعني فازوكونستريكشن. نمسك بقى 1 هايبرتنشن لجسمه كله، نمبر 2 فازو كونستريكشن للسريبرال يعني هيدك، نمبر 3 في الفيس السكين اوف فيس بالور، نمبر 4 في الكاردياك تيشو مايوكارديوم يعني كورونري او اسكيميك هارت ديزيز وكاردياك اريزميز عشان اسكيم، نمبر 6 فازو كونستريكشن ان لوور ليمز يؤدي او ليمز اللي يؤدي الى جنجرين. يبقى كلمة فازو كونستريكشن من 1 ل 6 خلاص من غير ما اعمل مجهود. كاتب نرجع فوق بقى في الكي في 2 نمرة 7 اللي هي ووتر انتوكسيكيشن. ايه الفرق بينها وبين اديما؟ اديما اللي هو اكسترا سيلولر اكيوبليشن اوف ووتر فلويدز يعني، لكن دي اكتر بقى ووتر انتوكسيكيشن، يعني مش بس اكسترا سيلولر زي الاديما، ده كمان انترا سيلولر ووتر اكيوبليشن. دي قلنا نمرة 7 اللي هي في 2. آخر حاجة أوكسيتوسين اللي هي نمرة 8 أو حسب الكل اللي فوق، يوتراين كريمز لأنها بتزود يوتراين كونتراكشن. بريباريشنز بقى اللي هو تيرلي بريسن، قلنا ده لونج أكتنج أنالوج يعني ما بيتكسرش بقى زي الفازو بريسن، وبالتالي بقى لونج أكتنج ليس أدفرس إفكت وإنترافينوس على اساس انه بروتين وهكذا. يوزد في الحاجات اللي محتاجه فازو كونستريكشن في الصفحه اللي فاتت اللي هي من 1 الى 3 1 2 3. ديزموبريسن ده العكس، ده في 2 اجونست، يبقى مينلي انتي دايريتيك ويز مينيمال فازو كونستريكشن ولونج دوريشن، وفي كذا روت بقى الحقيقه عملنا نوتيفيكيشن اورال سب كوتينيوس اند ايفن نيزل سبراي، وزي ما قلنا يوزد في 4 و5 اللي هي
V2 linked. نمبر 3 بقى اللي هو non specific vasopressin equals vasopressin سواء subcutaneous او intramuscular، لكن بانه هو ده original protein هيبقى short duration due to rapid metabolism. اوكسيتوسين بقى ده بقى الفارماكو دايناميكس دي قلنا قبل كده، قلنا ده mainly اللي هو عبارة عن ليبر هرمون، يبقى نمبر 1 contraction of pregnant uterus أو إنه بيزود النمبر of oxytocin receptor في second half of pregnancy، يعني مش في الأول عشان لأنه هو شعره ليبر هرمون، ويعني ومش لازم يعني ليبر أو يكون الولد كمل، ده ممكن حتى قبل ما يكمل يعني في 5-6 أشهر، حتى لو في أبورشن، وحتى ساعات بيساعد على إنه يكمل الأبورشن زي ما هنشوف بعد كده. وهذا الكونتراكشن بيكون فيسيولوجيكال، يعني كونتراكشن اند ريلاكسيشن، لان لو عمل كونتينوس كونتراكشن ممكن يحصل رابتشر يوترس بسرعه وهكذا، والولد مش هينزل بسهوله، ده انا عايزه زي الانتستين البريستالتيك موفمنت بالظبط، ما بيحصل كونتراكشن فولود باي ريلاكسيشن، وبالتالي بيؤدي الى اندكشن اند مينتنانس اوف ليبر. يبقى ده اول حاجه الولد نزل يوتراين كونتراكشن، ناكله بقى نمبر 2 زي ما قلنا في كي ميلك ايجكشن باي كونتراكشن اوف بايو ابيثيليال سيلز، ده بعد ما ثلاثه هرمونز سبقوه مهدوا الطريق ليه زي ما قلنا استروجين اللي هو فيمينايزنج هرمون، ثم بروجسترون اللي هو بريجننسي هرمون، ثم برولاكتين اللي هو بيزود الفورميشن اوف ميلك. ده الاكشن بتاعه الخاص. نمبر 3 و 4 قلنا اللي هم قلنا جارو اللي هو ADH او فازوبريسن زيه بس اقل، او مايلد انتي ديريتيك ومايلد فازو كونستريكتور او ايفن سم تايم فازو دايليشن. طبعا هو الاوكسيتوسين ليه اكشنز تانية معروفة بقى، بس طبعا لو وقت ادي اتخطف بالتفصيل فما يعني مش عايز اضيع وقت فيها هنا. طبعا معروف اللاف، ومعروف ان اللاف فيه نوعين من اللاف وهكذا، وبالتالي انت حبك مثلا لاهلك ولجيرانك ولوالدك ووالدتك كل ده بيبقى عباره عن اوكسيتوسين، ولكن الحب اللي هو العاطفي و بيكون دوبامين وهكذا، حبك مثلا لخطيبتك او الحاجات دي بتكون اللي هو مش اوكسيتوسين، بتكون ليها علاقه بالدوبامين، ويعني الحب لانواع كتيره بقى علينا يعني، بس هما عشان ما نظلمش اوكسيتوسين ونقول انه بس ليه وظيفه اللي هو الليبر هرمون، لكن ليه علاقه بالحاجات اللي هي الاسريه، يعني حبك لعائلتك باباك امك اخوك وكده، ده كله بيبقى اوكسيتوسين ريليتد. طيب يبقى ده ماتيرنال لاف اند نوت ماريتال لاف انلايك دوبامين. يوسز بقى نمبر 1 انيشيشن اوف ليبر وانكمبليت ابورشن زي ما قلنا اهوت، لان ساعات الولد لو قعد وحصل له ابورشن وفضل جزء منه بيقعد ويجي له انفكشن سيبتك ابورشن والام تموت، طبعا ابنها كده كده مات وهي تموت كمان بعده، طبعا لان قلنا بروتين وبالتالي بيبقى انترافينوس انفيوجن. بوست بارتم هيمورج انتراماسكولار انجكشن بقى عايز يبقى يقعد مده كبيره بقى، لان احيانا الولد بينزل ونتيجه انه مفيش كونتراكشن كويس لليوترس تفضل الام تنزل وتموت حاجه ساعات، فبالتالي اوكسيتوسين هنا انجكشن انتراماسكولار ممكن يساعد بالتراين كونتراكشن انه يمنع البوست بارتم هامش. نمبر 3 بقى تو انكريز لاكتيشن اللي قلنا بيعمل ميلك ايجكشن باي نيزل سبراي. ادفرس افكتس طبعا اليوترس ممكن يكون الكونتراكشن بتاعه اكتر من اللازم فيحصل ابتشار يوترس، ممكن برضو يكون حاجه هنشوفها من الكونترا انديكيشن زي موجوده فيحصل اكسسيف يوتراين كونتراكشن والطريق مسدود فيحصل ابتشار يوترس، وعشان كده اغلب اللي هو الكونترا انديكيشنز دي تعتمد على الخوف من ابتشار يوترس، وبالتالي ابتشار يوترس ده من اخطر الحاجات. وطبعا معروف ساعات حتى الناس اللي هم مش
سبيشاليست، حتى اللي مش دكتوره ساعات بتستخدم اوجستوس احيانا، فبنشوف ساعات ممكن في تالتس بتحصل. فطبعا نقول للام اول ما تلاقي اليوترس بتاعك بطنك حجرت، الالم بقى شديد قوي، بقى بطنك زي الحجر فيري هارد والبين سيفير قوي، يبقى معناها ممكن على وشك يحصل رابتشر يوترس، فتشوف الادويه اللي بتعمل يوترين ريلاكسيشن وهكذا. وبالتالي ده في منتهى الخطوره، مع ان في ناس للاسف ما هماش ميديكال بيستخدموه، وبالتالي بيؤدوا الى ميني فيتاليتيز سواء في الطفل او مامته زي ما هتشوف دلوقتي حالا وكده. طيب دي حاجه. يبقى نمبر 2 فيتال اسفيكس، قلنا هو بيعمل يوتراين كونتراكشن، صحيح هو بيعمل ريلاكسيشن ان بتوين، لكن ساعات نتيجه الاوبستراكشن بيبقى الكونتراكشن ده فيري اكسسيف، فيعمل كومبريشن اوف يوتراين فيسلز، وبالتالي فيتال اسفيكس، يعني الطفل ينزل ميت، فطبعا مشكله. يبقى نمره 1 الام ممكن تموت نتيجه رابط شاريوترس، ممكن يحصل بليدنج وهكذا سيفير وهكذا وتموت، وانفكشن وهكذا سيفير سبتسيميا، الام ماتت. نمره 2 بقى لا، ده ابنها هو اللي مات فيتال اسفيكس، فده ناخده with very important precautions يعني. نمرة 3 بقى، ده اللي هو جاره بقى الـ ADH like، الـ vasopressin like، يبقى hypertension، وقلنا water intoxication، يعني المية تبقى زيادة جدا في جسم الإنسان. طيب contraindications بقى، small pelvis، لو الأم حجمها صغير وقصيرة وكده، فانا متوقع البلف الصغير، فلو اديته هيفضل يحاول يعمل يوتراين كونتراكشن وييأس الى ان يحصل رابتشر يوترس وقد تفقد حياتها. نمره، يبقى ده مشكله في الام نفسها نمبر 1. طيب نمره 2 مال برزنتيشن، المفروض الطفل ينزل اوكسيبيتال برزنتيشن، يعني راسه تكون متنيه قدام يعني. طيب دورس فليكشن، طبعا لو راسه مفروده طبعا هيبقى الدايمتر كبير، وبالتالي ما يبقاش اوكسيبيتال برزنتيشن، وبالتالي صعب انه ينزل. طب هتدي له دواء ده يزود له تران كونتراكشن، هيحصل اخرتها رابط شاريوترس. وبالتالي دايما لما اللي هي مش متخصصه لما بتجد الولد مش عايز ينزل والبطن حجرت بقى، وتكون طبعا ما عملتش لا سونار ولا حاجه، مش عارفه البرزنتيشن اوف فيتاس، طبعا بسرعه بسرعه بتقول لهم ودوه المستشفى بسرعه. ودوه ليه؟ عشان يضاعوا مفعول الاوكسيتوسين اللي هي اديته غلط دوت، بيدوا بقى دواء يعمل ريلاكسيشن اليوترس قبل ما يحصل رابتشر يوترس اند ديث اوف ماذر. ده مشهور جدا الحاجات دي كلها. طيب نمره 3 اوبستراكتد ديليفري، نتيجه بقى اي حاجه، نتيجه مثلا في اي سوفت تيشو، نتيجه اي تيومر مثلا موجوده، نتيجه اوبستراكشن لاي مكان في البلفس وهكذا. وساعات اسباب ما بنكونش متوقعينها خالص بتحصل، انه الطفل ما ينزلش بسهوله، ونفضل ندي بقى بعض الدكاتره يدوا اوكسيتوسين الى ان يحصل رابتشر يوترس. برضه بريفيوس تراين سيرجي، هي عملت عمليه قبل كده في سكار، وبيكون ده ويك بوينت ان ذا يوترس، ممكن يحصل رابتشر يوترس نتيجته، وبالتالي ممكن تموت بقى نتيجه هيمورج وهكذا. نمره 5 بريماتيور بلاسنتال سيبريشن، طبعا البريماتيور سيبريشن ده مشكلته، وفي بقى احنا عارفين بقى بلاسنتا بريفيا والقصص دي كلها، ما اعرفش عارفينها ولا لا، حسب ما خدته بيحصل بليدنج وقبل العيل بينزل، وبالتالي لو الام في الولاده ما نزلتش يعني الطفل في الاول وسبقته ببليدنج، دي بيبقى حياتها في منتهى الخطوره وقد تموت، لان البريماتور بلاسنتال سيبريشن اهو، يعني بريماتور نزل البلاسنتا بدري واتفصلت بدري، فهيحصل بليدنج بدري. هي المفروض كانت تستنى الطفل الاول، الطفل ينزل وهي تستنى، لكن لو نزلت البلاسينتا او على الاقل بدات سيبريتد قبل الطفل، ممكن حياه الام في خطر وقد تموت. ليه بقى؟ لان هو المفروض الطفل ينزل،
لان قلنا عن طريق يوتراين كونتراكشن. بعد كده اليوتراين كونتراكشن خلق وانتهى خلاص، سهل ان احنا نكمل البلاسينتا. لكن في الاول كده لو البلاسينتا سيبريتد، طبعا اليوتراين كونتراكشن يا ترى هيلاحق على الولد ولا على البلاسينتا عشان ينزل الدوره؟ ده طبعا مش اناف، وبالتالي الطفل هو نازل انترفير ويز البلاسينتال سيبريشن وهكذا ليتر اون، وهيحصل كونتينوس اند برولونجد بليدنج which is very dangerous. وبالتالي هذه هي الكونترا انديكيشنز اوف اوكسيتوس. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده احنا بنتابع الحاجات اللي هي كلينيكال يوزد وهكذا. طبعا زي ما قلت لكم اكيد بقى خدتوا انه اللاف هرمونز بتبقى ليها وظائف كتير جدا وهكذا، فطبعا ده واحد منهم. زي ما قلنا الاوكسيتوسين ده مشهور جدا جدا في اللي هو اللي هو ماتيرنال لاف، زي ما قلنا الحب بتاع اللي هو الامومه والقرابه والكلام ده كله، العاطفه اللي هي الاسريه وهكذا. ده غير الدوبامين اللي هو الماريتال لاف اللي هو الخطوبه والجواز والحب العاطفي وهكذا. في برضو حاجات اللاف هرمونز، السيروتونين ده حب الحياه نفسها وما في هذه الحياه اللي هو السيروتونين، فاللي عندهم سيروتونين ديفيشنسي بيبقى عندهم ديبريشن وهكذا، وبالتالي في دايما بريكوشنز وهكذا في حياتنا عشان السيروتونين يزيد عشان ما نكتئبش في الحياه بصفه عامه. برضو اخر نوع اربعه اللي هو اندورفين زي المورفين بيعمل يوفوريا وهكذا. فلاف بيعتمد على فور هرمونز، this is one of these hormones. بالنسبة بقى للتخيل إن شاء الله الفاينل إكزام اللي داخل طبعا المحاضرات من 7 ل 10 اللي هم الأربع محاضرات اللي تاخدوا في الجزء الثاني، طبعا دولت داخلين بالكامل وبالتفصيل طبعا. وزي ما قلت لكم إن أسئلة في الفارما هتكون كتير إن شاء الله في الفاينل إكزام، وبالتالي برضه هيدخل أسئلة مش بسيطة في الدخل في الجزء الأولاني اللي هو الدخل في الميد. بس تسهيلا عليكم بدل ما تقروا المحاضرات كلها الستة هنكتفي بالمحاضرة الخامسة والستة، Lecture 5 and Lecture 6. دولت حتى كان محاضرات وقتهم كان بسيط، يعني الحاضرات اللي كانت عدد ساعه اكتر من ساعه محاضرتين ولا ثلاثه دول طبعا مش داخلين، لان في الاول خالص وكانت مقدمه عشان نفهم اللي جاي، ما هو من غيرهم مش هتفهموا الخمسه وسته. ليه بقى؟ لان اولا عشان التسهيل يبقى هتقروا وقت اقل بكتير محاضره الخمسه والسته. الحاجه الثانيه ان دولت بيشملوا تريتمنت اوف تايب 2 دايابيتس، وبالتالي هم دول الاورال انتي دايابيتك، صحيح فيهم مجموعه بتبقى سبكوتينيوس طبعا مطلوب برضو اي حاجه في المحاضرتين دول مطلوبه زي ما قلنا محاضره خمسه محاضره سته، لكن اغلب العيانين بتوعنا بيكونوا تايب 2، يعني اغلبهم بيتعالجوا اورال دراجز، وبالتالي عايز اعمل ديفرنشيشن. وبالتالي في الامتحان اذا الفاينل مطلوب المحاضرات من 5 إلى 10، يعني اول 4 محاضرات يعني مش لازم يعني مش مطلوب، لان الوقت ضيق جدا وخصوصا انه حسب الجدول معموله الفرمه في الاواخر خالص، فيا دوب تلحقوا تذاكروا ال4 محاضرات وتراجعوا محاضره 5 ومحاضره 6. وفيري امبورتنت يعني هتلاقوا اسئله من هنا من ال6 محاضرات دول من 5 ل 10 اسئله كتيره ان شاء الله. برضه في بعض الطلبة كانوا بيسألوا على يعني بعض الحاجات، يعني لما بقول مثلا دراج زي جلايبنكلامايد 1 تو 4 تابلتس بير داي، مش لازم العيان هيعمل لهم ديفايدنج، يعني ممكن ياخد قرصين مع بعض، ممكن 3، ممكن 4، يعني لأنه لونج اكتنج إلى حد ما. ادي حاجة ليه؟ يبقى اذا قلت اي حاجة كده من 1 ل 4 ليس معنى هذا انه لازم ياخدهم ايه مع يعني سواء متفرقين، لا ممكن كده وممكن كده، ممكن اخدهم divided وممكن اخدهم مرة وخلاص. ولما بقول الديوريشن 12 الى
24 ساعة في أي دراج مثلا، ممكن أعتبره لونج أكتنج. ليه؟ لأن صح أنا بكتب إنه الدريشن والهاف لايف والحاجات دي كلها بأرقام مش لازم توصل 24 ساعة، لكن معناها إن هو ممكن بعد 18 ساعة يبقى برضه الليفل موجود. ما هي الحكاية مش أول النان، ما هو الكيرف يبقى طالع وبعدين بينزل بالتدريج وهكذا. فمش معنى ان هو ديوريشن مثلا 12 ساعه ان هو بيشتغل فقط لمده 12 ساعه، لا، ده يمكن المور بروفاوند ديوريشن. وبالتالي لو دواء مثلا حتى الهاف لايف بتاعته 12 ساعه او ديوريشن حتى 12 ساعه وهكذا، ده ممكن يقعد 18 20 ساعه شغال لكن مش بنفس الكفاءه، وبالتالي ساعات الادويه دي ممكن نديها ايفن وانس ديلي وهكذا. وبالتالي دي حاجه، دي الحاجات اللي هي لازم نعرفها ونفرق بين الأدوية وبعضها، short أو long acting، liver and kidney وهكذا. Thank you.